الأمر أعمق من صراع على الفساد، الأمر متعلق بصراع على النفوذ بين الحوثيين الذين أتوا من صعدة وكذلك الحوثيين المنتمين إلى أسرة وسلالة معينة والذين يعتبرون أنفسهم أحق بالحكم والسيطرة في كل المحافظات اليمنية. صراع بين هؤلاء وبين بعض مشائخ القبائل وبعض الوجاهات الاجتماعية وأعضاء مجلس النواب والقيادات السابقة للدولة الذين ساهموا وتعاونوا معهم في إدخالهم إلى مناطقهم. الحوثيين يعتبرون اليوم أنه انتهت حاجتهم لهؤلاء، هؤلاء لا زالوا أقوياء داخل مناطقهم، لا زالوا يحظون بمساندة أبناء قبائلهم، وبالتالي يرى الحوثيين أنه يجب بشكل أو بآخر التخلص من هؤلاء حتى يتمكنوا من السيطرة على هذه المناطق القبلية بشكل مباشر وعبر المشرفين العقائديين أبناء السلالة المحددة الذين تحدثت عنهم، وجزء كبير منهم آتي من صعدة، وبالتالي هي محاولة من الحوثيين لتصفية هذا الجيل المشائخي الذي لا زال له وزن داخل القبيلة، مع أنه جيل أو مع أنهم مجموعات والتهم سياسيا، لكن هم يريدون الولاء العقائدي، يريدون أكثر من الولاء السياسي.